يعني ميسان، أولى فقراتنا لليوم رح نروح لعالم الدوبلاج، وأنا وياك تحت الهواء كنا عم نحكي ذكريات الدوبلاج، إما كان كمهنة أو إن كان يمكن وقت منشوف أفلام كرتون من صحيح. قبل أو المسلسلات أو هيك. خلينا نتعرف على عالم الدوبلاج وقديش السوريين وخاصة يمكن بدمشق برعوا بالدوبلاج وكان لهم بصمة بالوطن العربي ككل وبالعالم أيضا. رح نحكي أكثر عن هاي المهنة، رح نحكي كيف تطورت عبر الزمن، رح نحكي شو هي الخصائص والصفات يلي لازم يتميز فيها المدبلج. رح نحكي أكثر مع الأستاذ نبيل الدقاق، المدير العام لشركة NIS للدوبلاج. أهلا وسهلا فيك، أهلا يسعد وسهلا، صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، يعني يسعد صباحك. يسعد صباحك. وقت نحكي على الدوبلاج، يمكن هي الدوبلاج كلمة فرنسية، دائما العالم بتقول انه هي نقل من لغه الى لغه، ومو شرط طبعا اكيد التعريف دوبلاج، المهم هي نقل من لغه الى لغه، ولكن عمليه الدوبلاج هي مانا عمليه سهله. خبرنا شوي عن الدوبلاج، هيك شوي تاريخيا تقريبا امتى بلشت وامتى بسوريا بلشنا نستخدم هي التقنيه. طبعا اذا عم نحكي عن بدايات الدوبلاج، نعرف كلياتنا انه كان في شيء اسمه السينما الصامته. فمع السينما الصامته طبعا ما كان في شيء اسمه دوبلاج. بعد انطلاق السينما الناطقه صار في حاجه لانه نفس الاعمال يلي هي تتصور بالاعمال السينمائيه يرجع ينعاد تسجيل الصوت لها. بنسمي هذا بالمصطلحات عندنا بنسميه الاي دي ار، يلي هو اعاده تسجيل الصوت مره ثانيه مع نفس الممثلين. تطورت هي القصة طبعا لصارت حاجة لنقل ثقافة أو نقل أعمال فنية من لغة إلى لغة. فهي مثل ما قلتي الدوبلاج هو استبدال الصوت الأساسي الأوريجينال اللي بيجي مع العمل الفني من لغة إلى لغة. طبعا مثل ما حكي يعني مثل ما الناس بتعرف أنه صناعة الدوبلاج بالظاهر هي صناعة جذابة ولطيفة بسيطة، لكن وراء الكواليس الحقيقة في تفاصيل كثيرة هي يعني عفوا تعمل تحديات كبيرة أمام شركات الدوبلاج، مراحل عمل كثيرة، أخطاء بشرية معرضين لها بكل مرحلة من مراحل العمل. إداريا المفروض يعني الجزء الأكبر من عملية الدوبلاج بالإضافة للعمل الفني هو عمل إداري. إداري لأنه هو بيربط بين عناصر فنية كثيرة وعناصر إدارية وتقنية لحتى يطلع المنتج بالنهاية مثل ما بيشوفه المشاهد. فهي التحديات هون بقى كل شركة قديش تقدر تكسر من هي التحديات لتقدم الناتج الفني بالنهاية. نعم، خلينا نرجع بالذاكرة ونحكي بسوريا عنا وبدمشق خاصة، كيف من ايمتى مبلشين دوبلاج؟ يمكن الافلام كرتون هي بداية الدوبلاج بسوريا، صح؟ طبيعي. تماما، خلينا نحكي. يعني طبعا كلياتنا بنعرف شركة الزهرة أو سبيستون لاحقاً، هن أول ناس دخلوا عالم الدوبلاج. تطورت بعدين الأمور لفتنا بعالم الدراما. طبعاً بدايات الدوبلاج من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية كان بداياته في لبنان وفي الأردن. سوريا بدأت متأخرة، لكن بدأت متأخرة وأخذت تقريباً الصدارة الحقيقة. بدايات الدوبلاج بسوريا كان بالعام 2007 إذا كدراما عم نقول كدراما أيه. كدراما طبعا. كان في تجارب طبعا قبل هيك وثائقية، ومثل ما حكينا الرسوم المتحركة أكيد لا شك كانت موجودة. اليوم اللي لفت نظر بعالم الدوبلاج بالوطن العربي هو الدراما أكثر من موضوع الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية، لأن جمهورها أوسع، وخصوصا لما دخلت اللهجة العامية. اللهجة العامية السورية طبعا هي لهجة أساسا منتشرة عن طريق الأعمال الدراما السورية قبل الدوبلاج، فمفهومة من قبل يعني معظم شعوب الوطن العربي. صحيح. لغة سهلة بسيطة، فساعد هذا الكلام بانتشار الدوبلاج باللهجة السورية. شركات كثيرة حاليا موجودة بسوريا كلها لها أسماء وكلها لها أعمال مهمة على الشاشات العربية. نحن بداياتنا كانت
كشركة من عام 2003، كمان دخلنا بعالم الدوبلاج بعام 2005 قبل ما يفوت الدوبلاج العامي. كان عام 2005 عملنا مسلسل باللغة العربية الفصحى، كان هذا أول عمل دوبلاج دراما طويل بيتساوى بسوريا. بعد منا وقت دخل موجة اللهجة العامية كان لنا طبعا كمان وجود على هي الساحة كمنافسين مع باقي الشركات، ما بنقول منافسين، شركائنا في المهنة. كل شركة إلى حصتها من هذه الصناعة، يعني مثل ما بيقول في ناس اختصوا بالأعمال التركية، في ناس بالإيراني، في ناس بالأمريكي، مشكل يعني كل هاي النشاطات. وكمان كتير دارج هلأ المسلسلات أصلاً الأمريكية يعني الأجنبية كتير دارج أنه تتدبلج، يعني عم نشوفها على العديد من القنوات. مثل ما ذكرت حضرتك بالبداية أنه بتبين أنه الدوبلاج عملية بسيطة وعملية سهلة، ولكن وقت منفوت على تفاصيل الدوبلاج منكون عم نفوت على تفاصيل أبداً معنا سهلة. خلينا نعطي فكرة للأشخاص يلي عم يحضرونا هلأ، عملية الدوبلاج أول شيء لشو بتطلب بداية من اختيار صوت المدبلج إلى التقنيات الموجودة إلى عمليات الصوتية؟ تمام. صناعة الدوبلاج فيها مجموعة مراحل، هي مراحل ثابتة عند مهما تنوعت آليات تنفيذ الدوبلاج من شركة إلى أخرى سواء داخل الوطن العربي أو برا. عندنا مواد الإنتاج اللي هي بتصلنا من صاحب العمل سواء كان محطة أو شركة إنتاج، اللي هو الفيديو والنص الأساسي المرافق للفيديو. عندنا مرحلة الترجمة اللي هي نقل الترجمة من اللغة الأصلية إلى اللغة المطلوبة. هو بيوصلنا الفيديو النص جاهز، مو فيديو نحن منفرغه. لا في نص. هلا في احيانا بيكون ما في نص مرفق خصوصي بالأعمال القديمة، لكن بشكل عام بيكون في نص مرفق مع العمل الأساسي. بيتم ترجمة النص بترجمة يعني خلينا نقول حرفية أو موضوعية، بحيث أنه لا يتدخل المترجم بمحتوى النص. عندنا المرحلة الهامة جدا اللي هي بعد الترجمة، هي مرحلة إعداد النص. إعداد النص تتضمن عدة تقنيات أو عدة مهارات المفروض توفرها عند الشخص اللي عم يعمل الإعداد. أول شيء بده يرجع يعيد صياغة النص بما يتناسب مع ثقافة المجتمع سواء المجتمع السوري أو العربي حسب، بس بشكل عام بده يراعي هاي الأدبيات العامة اللي موجودة بثقافتنا. اثنين، بده يراعي السياق الدرامي للقصة، لأنه اليوم لما عم ننقل من ترجمة إلى أخرى عم يتغير جزء أساسي من الموضوع، خصوصي بالنكتة مثلا بالحبكة. في حبكات بتكون قائمة على شيء مرفوض اجتماعياً عنا، فبيتم تعديل هاي الحبكة، بالإضافة طبعاً للأمور التقنية اللي هي قياس الجملة بما يتناسب مع تطابق الشفاه على الشاشة. هاي التقنيات والانطباعات والرياكشنات، فهي المهارة اللي المفروض تكون متوفرة عند المعد هي حتساعدنا لاحقاً لما ندخل على الاستوديو بأنه يقلل من مشاكل داخل الاستوديو. بيجي عنا بعد منا مرحلة الكاستينج اللي هي اختيار الممثل المناسب للشخصية، هي تعتمد بقى على مهارة المدير الفني أو مشرف العمل اللي هو بيكون عنده خبرة بأنه هذا الممثل وفق خبرته مجموعة كبيرة من الممثلين هذا الممثل بيناسب هي الشخصية. الصوت بيلعب دور طبعا، الفئة العمرية طبيعة. أداء الشخص أحيانا تلاقي الفئة العمرية مناسبة لكن إيقاع الشخصية يتطلب ممثل يحمل نفس الإيقاع أو قادر على أنه يعمل نفس الإيقاع. هي العملية أحيانا بيكون في تيستات بينعملت بيتجرب مع ممثل أو أكثر لحتى يعتمد الممثل المناسب. هلأ صار في شيء بيساعد أكثر تقنيا ممكن نحكي عنه إذا بتحبوا بالأدوات المساعدة. بعدين ندخل للمرحلة الأساسية اللي هي مرحلة التسجيل داخل الاستوديو، بيكون في مشرف صوت مساعد مشرف والممثل بيبلشوا بقال بيعيدوا وبيفتقوا مثل ما بيقولوا بتسجيل الجمل لحتى تطلع متطابقة. في خبرة صار طبعا عند الممثلين، صار يقدروا يعرفوا إذا كانت الجملة صياغتها تحتاج إلى إعادة صياغة تعديل، فبينعمل على السريع هذا الكلام من قبل المشرف أو من قبل الممثل. وبعد منا في العمليات الفنية ما بعد التسجيل اللي هي الهندسة الصوت خلينا نسميها، إعادة تنظيف الصوت من الهفوات اللي ممكن تكون موجودة، والميكساج آخر شيء في عملية ضبط الجودة وتسليم العمل. هدول المراحل هن 6 أو 7 مراحل هن موجودين
مهما كان شركة الدوبلاج الآلية اللي بتشتغل فيها. تختلف الأدوات طبعاً من شركة إلى أخرى. إذا بحابين حسب التقنيات، حسب التقنيات المستخدمة. طبعاً كتير أدوات تطورت عالمياً بهذا المجال، سواء برامج التسجيل أو المايكات، المكسرات، برامج الصوت، بالإضافة للأدوات الخاصة لكل شركة. نحن عندنا شيء مبتكرينه كشركة NIS اسمه نظام تزمين، يلي هو أداة برمجية مؤلفة من مجموعة برامج بتساعد بإدارة عملية الدوبلاج. لأنه اليوم الدوبلاج مثل ما حكينا هو بيعتمد بجزء هام منه على إدارة هي الصناعة، يعني تزمين الجملة. مو تزمين، هو اسمه نظام تزمين، لكن هو بالأساس يعتمد على إدارة فريق العمل، بحيث أنه نحن يكون دائما في سيطرة أو كنترول على وين عم تكون الحلقة، بأنه مرحلة، مع مين. فنحن اليوم مثلا عنا استوديوهين فقط، هدول الاستوديوهين قادرين أنهم يعملوا إنتاج 8 استوديوهات يلي بيشتغلوا بالطريقة التقليدية. هذا الحكي يتطلب أنه نحن لما ندخل عدة مشاريع، عم ندبلج أحيانا ممكن يكون 15 مسلسل في وقت واحد. هذا يتطلب أنه نحن بكل مرحلة من المراحل عرفانين هي الحلقة مع مين موجودة، بأنه مرحلة موجودة، ومين اللي عم يشتغلها. هذا النظام بيساعد طبعا على إدارة هي العملية لنطلع بالنهاية بناتج يضاهي أو ينافس الجودة المطلوبة في صناعة الدوبلاج. نعم، خلينا نحكي يعني الحدا المدبلج هو يعني هاي المهنة، خلينا نقول هي سلاح ذو حدين. يعني أحيانا الشخص المدبلج خلص ركب عليه هذا الكاركتر، ما بقى يزبط على كاركتر تاني، خلص انبصمت عليه هاي الشخصية، يمكن إذا صار بمسلسل تاني أو بشخصية تانية ما ينجح. خلينا نحكي على اختيار فريق العمل، وليش دايما بنسمع انه الدوبلاج هو حكر على اشخاص محددين، وخاصه يمكن بالظروف يلي مرقنا فيها لجأوا الممثلين السوريين الى الدوبلاج بشكل كتير كبير، مع العلم انه كمان في كتير اشخاص هن بعيدين عن التمثيل بيمتلكوا اصوات رائعه ولكن ما عاد يصح لهم دور. خلينا نحكي عن كل هذا النقاط، وهيك حلو نوضح للناس، يمكن نسمع كتير اقاويل بس حلو نغوص بالاجواء. هلا صناعة الدوبلاج هي مثل أي صناعة تانية، في إلى إيجابياتها وسلبياتها، وما وراء الكواليس بيحدث فيها ما يحدث بباقي أي مهنة، من إذا بدنا نقول تجمعات أو محسوبيات أو مهنية أو موضوعية، كل هاي العوامل موجودة سواء إيجابية أو سلبية. من بيناتهم إنه اليوم مثلاً لما بنجي بنختار ممثل ليقوم بشخصية معينة نجح بأداء هي الشخصية، اليوم لما بيجي نفس الممثل الأساسي وليكن ممثل تركي مثلا عمل مسلسل تاني، ما شرط نفس الممثل اللي دبلج الصوت يقدر يعمل الشخصية التانية، لأنه اليوم الممثل عم يغير بالكاركتر تبعه. في عنا مفهوم خاطئ بكواليس الدوبلاج انه لا، لازم الممثل اللي عمل هذا الدور لازم يلحقه للممثل وين ما راح. برأيي ممكن ايه وممكن لا، يعني ما عم بنفي، يعني بس احيانا بنشوف موسم اول الشخص الثاني بالموسم الثاني غير تغير. يعني اليوم الممثل الاساسي او اللي هو عامل الدور اللي يمثله، اذا كان عم يعمل مسلسل كوميدي اوكي جبنا ممثل سوري دبلجه، طيب اليوم عمل مسلسل تاريخي ما ضروري انت كممثل تعمل نفس الشخصيه. هي من سلبيات الامور. بالاضافه اليوم في كمان بعض السلبيات، انه احيانا بيتدخل المشرفين بحكم علاقاتهم الشخصيه مع الممثلين، كمان ممكن يدعوا اشخاص ويستبعد اشخاص. طبعا برايي الموضوعيه او المهنيه تتطلب الحياديه في اختيار الممثلين واعطاء الفرصه. اليوم لما يكون في عندنا حتى نحن بالشركه احيانا بيكون في شخصيه بيمشي حاله لممثلين، بس هذا الممثل صرنا شاغلين معه كثير، هذا الممثل صرنا فتره ما اشتغلنا معه، والاثنين قابلين لانه يعملوها، فبنختار اللي صرنا فتره ما اشتغلنا معه، يعني بحيث نعطي فرصه لاكبر عدد من الممثلين. يعني بكبر القلب هالحكي، يعني في كثير من الشركات يمكن خلص
هدول الأشخاص بس حكيك يعني الحقيقة معظم الشركات بتحاول. هلا المشكلة غياب المعلومة. اليوم الإدارة، ليش كنا عم نحكي على الإدارة؟ أحيانا صاحب العمل أو مدير الشركة ما بيعلم، ما بتصلوا معلومة الشلالية اللي ممكن تصير. صحيح. كل ما كانت الإدارة واصلة لكل تفاصيل العمل، هذا الحكي بيساعد على أنه نستبعد الأمور الشخصية ونروح باتجاه الأمور الفنية والموضوعية. خلينا نقول يعني الدوبلاج فعلا هو بكل العالم عم يصير له أهمية أكبر وأكبر. في بعض بلدان العالم، يعني نذكر منها ألمانيا أو روسيا، هن بيترجموا حتى الأفلام، أفلام هوليود، مو بس المسلسلات، كل شيء عندهم بيدبلاج للغتهم الأصلية. نحن ما زلنا في بعض الأفلام وبعض الشغلات ما بنعطي أهمية فيها للدوبلاج، بنقول أنه لا خليها ونكتب ترجمة من تحت. لا هل ممكن فعلا أنه يتطور عنا الدوبلاج ليصير يشمل كل هاي التفاصيل، يعني حتى الأفلام السينمائية، حتى العديد من البرامج يلي عم تترجم بشكل عادي، يعني تترجم بشكل كتابي ويحافظ فيه على الصوت الأصلي للمادة الأصلية؟ لك شغلة، هلا في دول مثل ما ذكرتي، في دول تمنع بالمطلق، يعني عم تحافظ على لغتها، يعني هي ينعرض اي لغة غريبة عن اللغة الأساسية للدولة. طبعا وبيتأخروا هن بعرض الأفلام ليا، يعني مو ضروري انه وقت تكون نزلت فورا يعرضوها، هذا كرمال يحافظوا على الدوبلاج عشان تطلع باللغة المحلية. هذا الحكي اليوم هو قرار، يعني خلينا نقول قرار حكومي، انه ما يكون في لغة ثانية. إذا ما بدنا ندخل بالسياسة، خلينا نحكي بأمور لها علاقة بالمال، لأنه اليوم قرار أنه ينعمل هذا العمل دوبلاج أو سبتايتل قرار مالي، لأنه تكاليف الدوبلاج هي أعلى بمنيح من تكاليف السبتايتل. فاليوم الشركات اللي أو القنوات اللي عم تعرض الأعمال أو شركات الإنتاج اللي عم تشتري الأعمال هي صاحبة القرار النهائي بأنه تقرر أنه هذا العمل يدبلج أو لا. خليني أحكي عن جزئية هامة اللي هي قطاع الأفلام الوثائقية. يعني نحن عملنا تقريبا أكثر من 5000 فيلم وثائقي مدبلج. الحقيقة أنه أنا يعني أدعو جميع أصحاب القرار للاهتمام بهذا القطاع، لأنه هو من اللي بيرتقي شوي بجيل الشباب أو جيل المتعلمين والمثقفين، لأنه بيوضع بين إيديهم مادة. اليوم الغرب عم ينتج كتير أعمال وثائقية مهمة فيها محتوى وفيها مضمون أهم بكتير من المسلسلات الدرامية اللي نحن كمان عم نساهم بدوبلاجها للأسف. خلينا نقول ممكن نكون متهمين، متطلبات المجتمع كمان، تماماً. يعني هي تعتبر ممكن نكون متهمين بأنه عم نروج لثقافات تنافي ثقافتنا المحلية أو العربية، لكن بالنهاية اليوم قرار مو عنا نحن كشركات دبلجة. نحن منقوم بعملية تنفيذ الدوبلاج. ندعو كل المتنفذين إلى الاهتمام بالفيلم الوثائقي، لأنه هو كتير بيرتقي بالجيل المتعلم والجيل المثقف، ليقدم أو يقارب بين المستوى الثقافي والعلمي اللي موجود برا مع المستوى المحلي. بس نذكر أنه بسوريا يعني على مر الزمن كان في أهم الأشخاص اللي بيقروا يعني الأفلام الوثائقية 100%. هن أشخاص سوريين وأصواتهم سوريين، واللغة العربية الفصحى جميلة جدا وأصواتهم جميلة جدا. يعني 100% يعني الأداء اللغة العربية الفصحى عند المدبلج أو المذيع السوري مرغوبة، لأنه كمان مخارج الحروف صح، اللغة العربية سليمة، فكمان هذا بيساعد على الاستماع للفيلم الوثائقي بشكل جيد. نعم. حابب عقب بس عن أنه أنا بكرة مشارك في مؤتمر اسمه مؤتمر صناع المحتوى السمعي للعرب أو البودكاست العربي، فرح أكون مشارك. حابب أقول هذا الخبر للي بيحب يتابع هذا الموضوع، هو أول مؤتمر عربي لصناع المحتوى السمعي، يعني هو شيء بيشبه اليوتيوب صوت وصورة، لكن هو فقط مادة مسموعة. فبس حبيت أعرف عن نعم. هذا الموضوع. أستاذ خلينا بالختام نحكي، يعني أنتم كشركة سورية كان لكم مشاركات وكان لكم تعاونات بخارج البلد من خلال ممكن شركات عالمية تعاونتوا معها، خلينا نحكي بهي النقطة ومن بعد المؤتمر شو تحضيراتكم اللي جاية؟ والله في تعاون مع اكثر من، سواء بالوطن العربي مع دول المغرب العربي، كان في كثير تعاون بتونس وبالجزائر.
خارج الوطن العربي في زيارات كثيره وكان في تحضيرات لتعاون، لكن بسبب الكورونا ببدايه 2020 تم تجميدها الى ما بعد انتهاء هي المرحله، في بتركيا، في بالمانيا، في باكثر من بلد اوروبي، تحضيرات لتبادل خبرات. خلينا نقول يعني في تكنولوجيا موجودة عنا، كان في لها صدى جيد انه تلاقي صدى ايجابي عند الشركات الاجنبية. وطبعا اليوم انفتحت منصات الانترنت مثل نتفليكس وغيرها، كمان عملت سوق جديدة لصناعة الدوبلاج اكثر من القنوات الفضائية. المنصات هي الرائجة بالعالم ككل، العروض المسلسلات كمان. بالختام لكل حدا حابب يتعلم دوبلاج بسوريا بالشام، في دورات رح تكون لهيك اشخاص؟ في مجال للعمل للاشخاص اللي بيمتلكوا يعني. تماما اللي بيمتلكوا اصوات جميله ولكن ببدايه الطريق يمكن بدهم سنده صغيره، في هيك شيء؟ نحن كشركه دائما بنفتح المجال لاي موهبه، لاي موهبه. موضوع التدريب المشكلة انه هو يحتاج الى وقت ومكان وفريق ورعاية. في ببالنا هذا المشروع انه يكون في مثل اكاديمية صغيرة لتدريب المواهب بكل مراحل صناعة الدوبلاج، لكن نحن داعمين دائما لاي موهبة جديدة حابة انه يجرب، فنحن بنعمل تيستات كل فترة يعني. احيانا بيجي ناس بيكون قرايبه قايل له صوتك حلو فبيجي بده يجرب حاله، مثل اللي راح يغني وصوته لا قالوا له بالبيت صوته حلو او سمعان الفويس تبع الواتساب راجع سمعان والله صوته. فهو حب، ومع ذلك بنعطي فرصه لهدول الناس. بالاخير ما بيعرف الواحد الموهبه وين بتكون موجوده. يلا نحن اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا والمعلومات اللي قدمت لنا اياها عن الدوبلاج، عرفنا كل الاشخاص اللي هن بيحضروا المسلسلات المدبلجه يمكن وبيحبوها كثير بس ما بيعرفوا كيف بتصير تفاصيل العمل. شكرا كثير لك ولوجودك معنا، بنتمنى لكم ايضا التوفيق بالمؤتمر اللي رح تشاركوا فيه. شكرا لكم وشكرا للاستضافه وصباحكم خير دائما. صباحك خير استاذ نبيل دقاق، شكرا كثير لك، نهارك حلو. تحياتي.